أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى ضرورة اغتنام الفرصة الحالية من أجل التوصل لاتفاق، معتبرا أن المحادثات الحالية تفتح الطرق للتوصل لحل يحترم المصالح الجوهرية لكل الأطراف. من جهته قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق القضايا والمزاعم السياسية، مشددا على أن بلاده قدمت مقترحات بناءة خلال المفاوضات. واشنطن من جانبها كانت قد أعلنت تحقيق تقدم جوهري خلال المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وتحدثت عن إمكان التوصل إلى توافق في الأيام المقبلة إذا أبدت إيران جدية. تقول الولايات المتحدة وممثل الدول المشاركة في محادثات فيينا إن اتفاقا بشأن الملف النووي الإيراني بات وشيكا، وأنه ينتظر آخر الجهود لحلول وسط بشأن القليل من القضايا العالقة. ما هي تلك القضايا العالقة؟ وما أهميتها بالنسبة لإيران؟ وما الذي يدفع إيران إلى المطالبة بإصدار إعلان من الكونغرس يتعهد بتطبيق الاتفاق؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت هو أول من تنبأ بسقوط الاتفاق النووي مع إيران بعد عامين ونصف. هذه النبوءة هي إشارة ضمنية إلى أن الرئيس جو بايدن سوف يخسر السلطة لصالح منافس جمهوري سوف يعمد إلى إلغاء الاتفاق. الجمهوريون في الكونغرس يشحذون سكاكينهم منذ الآن ضد الاتفاق الوشيك، ومن المرجح أن يقفوا حائلا دون تنفيذه كلما سنحت لهم الفرصة، مما قد يضطر الرئيس بايدن إلى أن يملي تنفيذ العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بمراسيم إدارية، بما في ذلك رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المحتجزة في المصارف الغربية. الخشية من انقلاب جمهوري في البيت الأبيض ومن معارضة راسخة للاتفاق في الكونغرس هي ما دفعت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطالبة الكونغرس بإصدار إعلان سياسي يتعهد بموجبه دعم الاتفاق وعدم التراجع عنه. هذا الإعلان لن يأتي إذ لا تتوفر أغلبية تسمح به الكونغرس، ومحاولة إقناع إيران بالقبول بحل وسط بشأنه هو أحد المخارج من العقد القليلة الباقية لتوقيع الاتفاق. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنفق ساعة ونصف في الحديث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإقناعه باغتنام الفرصة واتخاذ القرارات السياسية التي تتيح الحفاظ على اتفاق فيينا. ما تخشاه طهران هو أنها إذا ما اضطرت إلى التخلي عن كمية اليورانيوم عالي التخصيب ودمرت أجهزة الطرد المركزي الحديثة أو وضعتها تحت سلطة طرف ثالث وأخضعت مراكزها النووية لمراقبة شديدة، فإنها سوف تحتاج عدة سنوات لامتلاك قدرات مماثلة لما تملكه الآن إذا ما عادت واشنطن وانسحبت من الاتفاق. الجمهوريون ليسوا هم وحدهم من يتربص بالاتفاق. سياسات زعزعة الاستقرار التي تمارسها إيران في المنطقة هي التي تتربص به أيضا، ذلك أنها يمكن أن تكون سببا لفرض عقوبات غير تلك العقوبات التي ترتبط بالاتفاق النووي. مشاهدينا، نبدأ نقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي. ينضم إلينا من طهران دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أهلا بك معنا. أرحب أيضا بالدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في واشنطن، أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور محمد صدقيان، يعني هل نحن بتنا اليوم قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي؟ مساء الخير لك ولضيفك دكتور إدموند والمشاهدين. أنا أعتقد بأن الآن كل المؤشرات التي تأتي من فيينا تتحدث عن تقدم
حاصل في المفاوضات النووية، المؤشرات أيضا تدل على أن هناك اختراق للجمود الذي كان حاصلا بداية الأسبوع الماضي، وهذه المعلومات تتحدث أيضا عن أن يوم الثلاثاء الماضي حصل اختراق مهم جدا لتحريك الجمود الذي حصل في المفاوضات، لأننا نعلم بأن كان من المفترض أن يأخذ المفاوضون أو الوفود المفاوضة تأخذ عطلة أو ترجع إلى عواصمها يوم الثلاثاء، لكن هذا الاختراق الذي حصل هو الذي أدى إلى استمرار المفاوضات. ومن ثم سمعنا بأن هناك مسودة قد كتبت، هناك التوصل إلى اتفاق قاب قوسين أو أدنى، وبالتالي الآن نحن نتحدث عن صورة ربما تكتمل من خلال اللمسات الأخيرة التي يضعها الفرق أو الوفود المعنية بهذه الصورة، وهي إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. الآن اللي يتحدثون الجانب الإيراني يتحدث بأن هناك تنازلات ربما قدمها الجانب الغربي بما في ذلك الأمريكي والأوروبي، الأوروبيون أيضا يتحدثون عن اختراق أيضا وعن تقدم حصل في هذه المفاوضات. لكن بشكل عام أنا أعتقد من خلال متابعتي إلى هذا الملف والمصادر الإيرانية التي تحدثت معها، قالوا بأن المفاوضات الآن وصلت إلى مرحلة حاسمة، هناك تنازلات قدمها الجانب الأمريكي فيما تخص الضمانات وما يخص العقوبات وآلية التحقق من رفع العقوبات. الإيرانيون أيضا لم يصلوا إلى ما كانوا يطمحون إليه، يبدو بأن هناك أيضا مرونة في الموقف الإيراني بعد أن لمسوا، هناك مرونة أيضا في الجانب الأمريكي. وما سمعناه من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في ميونخ أيضا يدل على أن هناك المراحل الأخيرة، لكن هذا لا يعني كما قال عبد اللهيان بأن هناك قرارات أساسية وسياسية مهمة يجب أن يتخذها الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالضمانات وبآلية التحقق من العقوبات وإزالة العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد بأن ربما الأيام القادمة سوف تكون هناك انفراجة في التوصل إلى ما كان الجميع ينتظر الوصول إليه في إحياء الاتفاق النووي. دكتور إدموند، أجدد الترحيب بك معنا. إذا كان بالفعل نحن اقتربنا من التوقيع على اتفاق، نحن في أي مرحلة الآن وما هي النقاط العالقة حتى هذه اللحظة؟ تحياتي لك وللدكتور صدقيان. من الواضح أيضا أن هناك نوع من الإجماع بين القيادات الأوروبية والأمريكية. سمعنا تصريحات من الرئيس الفرنسي ماكرون ودعوته لإيران للتحرك وبسرعة، لأن الوقت قد قارب على الانتهاء. رأينا أيضا بأن المستشار الألماني قد دفع نفس الشيء. سمعنا أيضا أن المستشارة السابقة الألمانية ميركل وهي الآن في إسرائيل دعت إيران أيضا إلى الموافقة والتوصل إلى اتفاق. سمعنا من وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك أن العودة إلى هذا الاتفاق يخدم المصلحة الأمنية الأمريكية، مصلحة الأمن الأمريكي، وأنه بغض النظر عن من هي الإدارة التي هي في السلطة فأن هذا سيخدم العودة إلى الاتفاق، سيخدم مصلحة كل الأمريكيين. وأشارت أيضا أن هذا سيخدم مصلحة إيران أيضا والمصلحة الأمريكية. وبالتالي فأن يبدو أن الأجواء أصبحت مهيئة لاتفاق. طبعا لا يمكن القول أننا سنرى اتفاق إلى أن نرى الاتفاق. ما هي الخلافات؟ يبدو بأنه حدث توافق فيما يتعلق على الأقل برفع الإفراج بالأحرى عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذه كانت إحدى القضايا الأساسية. خاصة مثلا رأينا أن كوريا الجنوبية يبدو أنها قررت رفع أو الإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار هي من الأموال الإيرانية المجمدة هناك، وكذلك بعض الدول الأخرى. هناك أيضا وعود أوروبية يبدو بزيادة التعاون الاقتصادي بينها وبين إيران، ويجب أن ننتظر لنرى. ولكن أيضا يبدو أن هناك مؤشرات تدل على أن ارتفاع التبادل التجاري قد ارتفع بحوالي 9% هذا العام، أما كان عليه بين الأوروبيين
وإيران. نعم. المسألة الأساسية هي الضمانات، من ناحية هل سترفع كل العقوبات؟ هذه هي أحد القضايا الحساسة التي لا يزال تزال توجد أسئلة حولها. وأيضا المسألة الأخرى هي الضمانات التي تريدها إيران، بحيث أنه ما الذي سيضمن بأن الإدارة القادمة ستلتزم بهذا الاتفاق؟ ومن هنا أعتقد أن هذه هي أيضا إحدى التعقيدات الأساسية. الإدارة الحالية ترى بأن هذه الاتفاقية والعودة إلى هذه الاتفاقية، وهذا ما يقوله ممثلو الإدارة في اتصالاتهم الآن مع أعضاء الكونغرس، مع قيادات الكونغرس من جمهوريين وديمقراطيين، تخدم المصلحة الأمريكية. في نفس الوقت نسمع من إدارة الرئيس بايدن بأنه لا حاجة لصدور إعلان جديد من الكونغرس، ويقول أن ذلك لأن هذا ما يجري الآن هو عودة إلى اتفاقية كان قد تم التوصل إليها وانسحبنا منها، ولكن هي عودة إلى الاتفاقية وليست اتفاقية جديدة. نعم. وبالتالي فأنه كان هناك دعم من الكونغرس وهناك أيضا دعم من مجلس الأمن الدولي لمثل هذه الاتفاقية أو لهذه الاتفاقية. واضح. طيب، وهذا يدفعني للتساؤل هنا دكتور صدقيان، يعني ما الذي يدفع فعلا إيران إلى المطالبة بإعلان من الكونغرس يتعهد بتطبيق هذا الاتفاق؟ لماذا تطلب ذلك إذا كان يرى بايدن أنه لا حاجة بالفعل لطلب من هذا النوع؟ الإيرانيون يعتقدون بأن مجرد تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمكن أن يكون ضمانة لعدم تكرار ما فعله الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات كبيرة على إيران، وإيران خسرت ماليا، خسرت على مستوى الصحة، على مستوى الغذاء، وبالتالي يعني كانت مكلفة جدا لإيران عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي وفرضه للعقوبات. الآن إيران لا تريد أن تتكرر مثل هذه المشاهد، يعني نحن حتى قضية اللقاحات بالنسبة إلى كورونا، إيران لم تستطع من الحصول على اللقاحات إلا مرور أكثر من عام على جائحة كورونا، بعد ذلك حصلت على اللقاحات. هذه القضية كانت مكلفة بالنسبة إلى إيران. الآن إيران عندما دخلت في مفاوضات بناء على دعوة أو بناء على طلب من الجانب الأمريكي بأنه يريد أن يعود إلى طاولة 5+1، بالتأكيد إيران تريد أن تعمل من أجل تحقيق مصالحها ومصالح شعبها، لا تريد أن تتكرر مثل هذه الحالة. الآن هناك قوانين داخلية أمريكية في الكونغرس، بين الكونغرس ووزارة الخزانة الأمريكية، بين الديمقراطيين والجمهوريين، بين البيت الأبيض والكونغرس والشيوخ، وهذه قضية داخلية. إيران لا تريد، وإيران تعلم بأن هناك مشاكل في الداخل الأمريكي، مشاكل قانونية. ولكن يعني هل باعتقادك أي ضمانات يمكن أن تكون كافية يعني دكتور صدقيان؟ يعني نحن نعلم أن اتفاق عام 2015 استمر أكثر من 10 سنوات وقدمت ضمانات للجانب الإيراني، إلا أن بعد ذلك تم انسحاب من الجانب الأمريكي وتم إخلال أيضا من الجانب الإيراني ببنود الاتفاق الموقع عام 2015، وبالتالي ما جدوى الإصرار على ضمانات من هذا النوع باختصار لو سمحت؟ الانسحاب من الجانب الإيراني عندما انسحب، أو هو لم ينسحب من الاتفاق النووي الأمريكي، هو فعل بعض الأمور بناء على لا الإيراني أقصد، عندما هو لم ينسحب من الجانب الأمريكي من الاتفاق النووي، وإنما هو فعل بعض البنود في الاتفاق الموقع عام 2015، وهذا الإجراء الإيراني جاء بعد الانسحاب الأمريكي. الانسحاب الأمريكي هو الذي وضعنا في زاوية حرجة، ليس وضع يعني لم يضع إيران في هذه الزاوية، وإنما وضع حتى الحكومة الحالية الأمريكية الحالية، حكومة الرئيس جو بايدن، وضع الأوروبيين وكل المجموعة، مجموعة 4+1، وضعها في زاوية حرجة. وهذا ما دعا الرئيس أنتوني بلينكين، عندما الوزير أنتوني بلينكين عندما قال بأن هناك خطأ فادح عندما سحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، والكل يعاني من تلك الخطوة. أنا أعتقد بأن يجب أن نعطي الحق للجانب الإيراني عندما يطالب عن ضمانات، حتى لعدم تكرار ما حدث في عهد الرئيس دكتور إدموند.
يعني هل أفهم من كلامك أن الاتفاق المحتمل الذي يتوقع الوصول إليه هو العودة لاتفاق عام 2015 أم هو الاتفاق المؤقت أو الملحق الذي تم الإشارة إليه أمريكيا في الآونة الأخيرة؟ هل وضحت الصورة؟ لم تتوضح تماما، ولكن إجمالا يمكن القول بأن حتى لو كانت هناك مسودة أو إضافة فإنها هي جزء من هذه الاتفاقية الأشمل، وهي عودة إلى هذه الاتفاقية. على الأقل هذا ما سيقوله الجميع، جميع الأطراف التي هي جزء من هذه الاتفاقية، مجموعة 5+1 ككل. ولكن هناك أيضا مواضيع أخرى إلى حد ما. مثلا رأينا موضوع السجناء قد عاد إلى الواجهة، وكانت وكالة رويتر قد أشارت إلى الإفراج عن السجناء الأمريكيين، لم تتحدث مثلا عن السجناء الإيرانيين. وفي السابق موضوع السجناء كانت كل من إيران والولايات المتحدة تريد إبقاءه خارج أو بعيدا عن هذه الاتفاقية، ولكن يبدو بأن هناك بعض التفاهمات، وهذه قد تكون قضية مهمة عندما يركز عليها المسؤولون الأمريكيون، لأنهم يريدوا أن يقولوا ويهيئوا الجو العام بأن إيران ستفرج عن السجناء الأمريكيين، وهذه قضية مهمة بالنسبة للعديد من الأمريكيين. ولذلك أعتقد أن هناك الكثير من التعقيدات التي تحيط بهذا الاتفاق، ولكن إجمالا يبدو بأنه قد تم التوصل إلى ماذا بخصوص يعني دكتور إدمون، ماذا بخصوص الملفات التي حاولت الولايات المتحدة سابقا ربطها وإلحاقها بالملف النووي، كملف الصواريخ الفلسطينية ودور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة؟ هل سيشملها الاتفاق الجديد؟ فعلا لا أعتقد أن هذا، أولا هذه القضية ليست جزء من الاتفاقية، وكانت هناك محاولة من قبل إدارة الرئيس بايدن ومن قبل بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين تقلقهم المواقف الإيرانية، خاصة ما يروا بأنه دعم لميليشيات في المنطقة، تطوير إيران لصواريخ باليستية قادرة مثلا إلى الوصول إلى إسرائيل فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي. ولذلك رأينا أن هناك وفد إسرائيلي ذهب إلى المؤتمر ميونخ، وكان هناك لقاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي وبين نائبة الرئيس الأمريكي. ويبدو بأن جانتس، وهو أيضا من نسبيا أكثر اعتدالا من بعض من بنت ومن بعض القيادات الإسرائيلية الأخرى حول هذا الموضوع، ويتوقع أيضا أن يتم التوصل إلى اتفاق. ولكن هناك اعتقاد بأن هذه ستكون تفتح الباب وأمام مناقشة هذه القضايا، قضايا الدور الإقليمي لإيران والصواريخ الباليستية، ولكن ليست كجزء من هذه الاتفاقية لأنها لم تكن في الأساس جزءا منها. ومن هنا أعتقد أننا سنرى، على الأقل يبدو بأن قد تم التوصل إلى بعض التفاهمات حول هذا الموضوع، وربما قد نرى لقاءات. هناك كلام عن احتمال حدوث لقاءات مباشرة الآن بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. طبعا هناك للإيرانيين أحيانا كانت هناك تلميحات إلى أن هذا قد يحدث، ولكن أيضا كان هناك كلام بأن هذا لن يتم الآن. ولكن هذه أيضا تدل على أنه إذا حدث فإن الحديث عن بعض العقوبات الحساسة التي ستبقى قد يتم مناقشتها ومعالجتها خلال هذا الاجتماع. يعني بما أنك أشرت إلى الموقف الإسرائيلي، وشارك هنا دكتور صدقيان، يعني وجود وفد إسرائيلي في مؤتمر ميونخ، أيضا وجود مواقف وتصريحات، يعني عندما تتحدث إسرائيل أنها تتوقع إحياء الاتفاق النووي قريبا ولكن بصيغة أضعف من 2015، ماذا يفهم من ذلك؟ وماذا يفهم أيضا من تصريحات نفتالي بنت عندما يتنبأ بسقوط الاتفاق بعد 2.5 من الإعلان عنه؟ كيف تقرؤون هذه المواقف الإسرائيلية، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر بالفعل على هذا الاتفاق المحتمل؟
دعيني أشير إلى أن إسرائيل منذ العام 2015 أو 2014 تحديدا، يعني عندما بدأت المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1، وبعد ذلك عندما كانت هناك مباحثات مباشرة بين وزير خارجية إيران ونظيره الأمريكي جون كيري، إسرائيل لم تكن مقتنعة بهذه المفاوضات ولم تكن مقتنعة بالتوصل لأي اتفاق مع إيران، وبالتالي هي ضغطت كثيرا. لكن آنذاك الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو أدار ظهره لإسرائيل واعتقد بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق مع إيران يحد من الطموحات النووية الإيرانية مقابل إزالة القلق وإزالة العقوبات المفروضة على إيران، وحدث ما حدث. منذ ذلك التاريخ إسرائيل كانت تتحين الفرص وتتربص الدوائر بهذا الاتفاق إلى أن جاء الرئيس ترامب ووقفت إسرائيل إلى جانب ترامب، وترامب قال كلمته المشهورة عندما وقع على الانسحاب من الاتفاق النووي، قال وفيت بعهدي، وهو كان يشير بشكل واضح إلى تلك الجهات الإقليمية التي ومنها إسرائيل التي طالبته بالانسحاب من الاتفاق النووي بغية انهيار هذا الاتفاق. إلا أن الأوروبيين والإيرانيين استطاعوا البقاء في هذا الاتفاق، صمد الاتفاق إلى أن جاء الرئيس جو بايدن وقال بأنه يريد أن يحيي هذا الاتفاق وعاد تلك الرأي. الآن إذن كنا نريد أن نستمع إلى ما يقوله الإسرائيليون، أنا أعتقد بأن كلامهم هو لم يختلف، هم لا يريدون الاتفاق لأن الاتفاق مع إيران باعتبار إيران دولة عدوة إلى إسرائيل معنى ذلك بأن هناك خلل في التفوق الاستراتيجي بين الجانبين، وهناك أيضا اتفاق مع عدو لهم. وأنا أعتقد بأن يجب على كل الأطراف المعنية بالاتفاق النووي والموقع بالعام 2015 عليهم أن لا يرضخوا لما تقوله إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد أقل من واضح. تفكيك البرنامج النووي الإيراني وليس الاتفاق معهم على مستوى معين. هذه التصريحات لنفتالي بنت دكتور إدموند، يعني بأنه يتوقع سقوط الاتفاق النووي بعد عامين والنصف، وهي إشارة إلى أن الرئيس جو بايدن ممكن يخسر السلطة لمنافس جمهوري وبالتالي يعمد إلى إلغاء الاتفاق، ألا يبرر هذا الموقف الإسرائيلي هذا التأكيد الإيراني على ضرورة وجود ضمانات وتصديق الكونغرس الأمريكي على هذا الاتفاق، خصوصا في ظل المعارضة لكثيرين في الأوساط الأمريكية للتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران؟ صحيح، هناك مجموعة حوالي 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين بعثوا برسالة إلى الرئيس بايدن يعارضوا فيها الاتفاق، و 160 عضو من أعضاء مجلس النواب الذين أيضا بعثوا برسالة وقالوا فيها أن الرئيس ليس لديه الصلاحيات لكي يفرض على الإدارات القادمة قراره هو، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية إذا وصل الجمهوريون إلى السلطة فإنها ستصبح لاغية. ويعتقد هؤلاء ويقول هؤلاء أن الكونغرس لن يوافق على هذه الاتفاقية، العودة إلى هذه الاتفاقية، ما لم تفكك إيران برنامجها النووي وتتوقف عن تصدير الثورة كما يقولوا، أو بالأحرى تصدير الإرهاب إلى المنطقة. وبالتالي هذا يظهر بأن هناك ضغوط، وقد نرى معركة دامية إذا تم إرسال الاتفاقية مجددا إلى الكونغرس، ولذلك فإن الإدارة ترغب في تفاديها، ولكن الإدارة الحالية لا تستطيع أن تلزم الإدارات القادمة أشكرك. بالبقاء ضمن الاتفاق. كل ما يستطيع قوله أن هذا هو في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها. أعتذر لضيق الوقت دكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون من واشنطن، شكرا لوجودك معنا. كما أشكر أيضا دكتور محمد صدقان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.